طب خلينا نروح لفقرة اقتصادية. والنهاردة مجلس النواب كان في جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم برئاسة حنفي الجبالي عشان يناقش التقرير العام للخطة والموازنة، ده بتاع الحساب الختامي في العام المالي 2019-2020. بعيدا عن ان هذا التقرير او هذه الجلسة غاب عنها معظم الوزراء، ده طبعا كارثة لما تبقى انت كوزير مقدم خطة او مقدم موازنة وبعد كده تغيب عن الجلسة. ده بيقول لك ان المجلس ده مجرد تحصيل حاصل، مجرد موظفين تم اختيارهم على الفرازة زي ما قلنا قبل كده، ولا النظام ولا حتى الوزراء ولا المحافظين يعني بيعملوا لهم ثقل. بالنهاية اللي احنا قدمناها هيتوافق عليه حضرنا او ما حضرناش، جينا او ما جيناش. لكن الحتة المهمة اللي عايز اقف معاها شوية وهو ارتفاع الدين الخارجي لمصر الى 129.2 مليار دولار. ده الكلام ده مش النهاردة، ده الكلام ده في نهاية ديسمبر اللي فات، يعني حط كمان عليهم كام شهر اللي فاتوا، يعني دلوقتي دخلنا كده على 2 تريليون. ليه؟ لان احنا بنعمل مشاريع وبنبني عاصمة ادارية جديدة وبنبني كباري وعمالين نفتح مشاريع، مش عارف قالك 5000 مشروع كل شهر ولا مش عارف ايه، كل ده بالدين وكل ده بالعملة الصعبة. بقينا مديونين لكل من هب ودب، مديونين للصندوق النقد الدولي، مديونين للولايات المتحدة الأمريكية، للصين واليابان وكوريا، مديونين لأسبانيا وإيطاليا وفرنسا، مديونين كمان للدول العربية، قطر، الإمارات، السعودية، بحرين، الكويت. ما عادش في حد، ما عادش في دولة، ما عادش في نظام في العالم إلا وبتديننا. طفل النهاردة بيتولد وهو عليه ديون متلتلة بالعملة الصعبة. أنا فاكر في 2011 لما سقط نظام المخلوع حسني مبارك كان الشعب قاعد بيحسب نصيبه قد إيه من تركة مبارك، يقول لك مش عارف عنده كام مليار في بنوك سويسرا وكام مليون مش عارف فين وقد إيه أرض وقد إيه أرصدة ولاده في البنوك. النهارده مبارك مات واتعمل له جنازة عسكرية، ولاده طلعوا براءة والمحكمة رفعت الحجر على فلوسهم وبيصرفوا وبيتمتعوا بفلوسهم. أما الشعب المصري فالنهاردة المفروض يحسب الدين اللي عليه، بدل ما كان بيحسب هياخد قد إيه، النهاردة بنحسب الدين اللي علينا بفضل طبعا السياسات الاقتصادية اللي بتمارس خلال السنين اللي فاتت، والإنفاق ببذخ ببذخ على مشاريع المواطن لا يرى منها شيء. موكب المومياوات اللي حصل قبل كام يوم، موضوع حاجة مهمة جدا عشان خاطر السياحة، وأنفق عليها ملايين، متحف مش عارف فين ومتحف مش عارف فين، ملايين، رغم ان السياحة واقعة. السياحة خلال الكام سنة اللي فاتت بتمثل كارثة، عمر ما كان عندنا أزمة في السياحة بالشكل ده. تيجي على التعليم مفيش اجيب لك منين، تيجي على الطب والصحة مفيش اجيب لك منين، تيجي على النقل والمواصلات، لا ده لو حطيت الفلوس في البنك وخدت الفوائد هبقى عملت سبوبة زي الفل. في نفس الوقت بيروح يعمل قطر كهربي بيربط العين السخنة بالعالمين عشان خاطر يعدي على العاصمة الإدارية الجديدة ويخدم 1% فقط من الشعب المصري، يدفع عليه 360 مليار. أما قطر الغلابة لا مفيش وما عنديش وهحطهم في البنك، ما كانت ايه يا راجل وكلام فاضي، ايه ده الغلابه دول بيموتوا ما لهمش سعر عندنا، لكن البهوات كابوا قطر مكيف وقطر كهربي. بالنهايه النهارده 2 تريليون جنيه الدين الخارجي المصري. النهارده طبعا كانت فضيحه في مجلس النواب والناس بتتكلم وبيقولوا مع انعقاد الجلسه او مع انتهاء الدوره البرلمانيه دي ممكن يوصل الدين لتلاتة تريليون لو فضلت الدولة ماشية بنفس السكة، دين من الخارج ومصروفات. أما الداخل يا أستاذ أحمد واقف، السياحة واقفة، المصريين في الخارج بدأوا ما يحولوش فلوسهم لأنهم بدأوا يشعروا بعدم الأمن وعدم الاستقرار، الناس خايفة بالنهاية على فلوسها يعني. صحيح. اللي بيخش بلد ما بيطلعش، المستثمر الأجنبي سامع طول النهار شماعة عندنا إرهاب وقتلنا مش عارف فين وصفينا مش عارف فين،
مش هيجي يحط فلوسه في بلد فيها ارهاب طبعا، فمفيش دخل. لكن في ايه؟ في حليب، في حد بيحلب من بره.